تحت شعار مهدي الثقافة تتواصل بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية فعالية الطبعة الثانية للمعرض الدولي للكتاب بعد الطبعة الأولى السنة الماضية. يقدم المعرض في نسخته الثانية برنامجا أدبيا وشعريا وثقافيا يشرف عليه نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين من خلال جلسات حوارية وأمسيات شعرية ولقاءات فكرية. الجديد في هذه النسخة عن النسخة العام الماضي هو ما لمسناه من الحاجة إلى إضافة المزيد من المساحة المخصصة لدور النشر في هذه السنة. ضفنا حوالي أكثر من 20% من المساحة السابقة، وهذا الإضافة انعكست إيجابا على قدرتنا على استيعاب العديد والعدد أكثر من دور النشر من دول مختلفة، بالإضافة إلى توسيع نوعية الأنشطة المقدمة لجماهير المعرض. أكثر من 15 دولة والمئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية تشارك في هذا الحدث الأدبي الذي يشهد عرض ما لا يقل عن 60,000 عنوان في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، التاريخ والفكر والأدب. بخصوص معرض الكتاب، في مواضيع جدا مختلفة موجودة فيه. طبيعة الحال دول من شتى أصقاع الأرض شاركت وحضرت في عدة مجالات موجودة في الأدب، في الشعر، في التربية، في التعليم. استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار هو أحد أهداف الطبعة الثانية من المعرض الدولي للكتاب بالمدينة المنورة من خلال تشجيع المجتمع على المطالعة كمصدر معرفي رئيس في الحياة. شفت الكتب وأعمال جدا جميلة من الكتب اللي أنا قرأتها. جميل جدا إن أنا أشوف صناع الأعمال اللي أنا قريتها. معرض المدينة المنورة للكتاب هو الثاني في المملكة هذا العام ضمن مبادرة معارض الكتاب التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في مناطق مختلفة من البلاد.